أقوم قبل صلاة الفجر بزمن وأريد أن أصلي. إذا صليت ما اسم هذه الصلاة وكيف تكون القراءة فيها وكيف تكون النية وكم عدد الركعات؟ جزاكم الله خيرا. هذه الصلاة التي تكون قبل الفجر تكون من صلاة الليل، وهذا وقت عظيم ووقت مبارك، آخر الليل، ثلث الأخير من الليل وقبل طلوع الفجر، هذا وقت عظيم وهو وقت النزول الإلهي، فتصلي فيه وتسمى هذه الصلاة صلاة الليل، تختمها بالوتر لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، إلا أن تكون قد أوترت قبل النوم فإنك تكتفي بالوتر الأول. الحاصل أن الصلاة في هذا الوقت الذي قبل طلوع الفجر من صلاة الليل، بل هو أفضل صلاة الليل. نعم، جزاكم الله خيرا. نعم نعم. وتقرأ ما تيسر من القرآن. طيب، تقرأ ما تيسر معك من القرآن. نعم. يسأل عن النية يحفظكم الله. النية الركعات. النية لأنه صلاة الليل. تهجد. طيب. نافلة. طيب. وعدد الركعات لا حد له، يصلي ما تيسر وأقله ركعتان. ما شاء الله. نعم. يصلي ركعتين ركعتين أو هناك صورة أخرى يحفظكم الله؟ يصلي ركعتين ركعتين. نعم. ويوتر بواحدة. ما شاء الله. إن لم يكن أوتر أول الليل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.